يوم عم تحضروا الأوبريتا فيه نفحات دمشقية ونفحات حلبية وانتصارات الماضي وانتصارات الجيش العربي السوري بالحاضر. خبرنا أستاذ طاهر اليوم على هالأوبريتا اللي عم تحضروا له. الحقيقة نحن عاملين تحية للجيش العربي السوري عبر التاريخ من خلال نص كاتبه الأستاذ القدير أستاذ محمود عبد الكريم. دلنا نصل لصيغة نستعرض فيها هاي القلعة هاي اللي هي سوريا عبر التاريخ، كيف دائما كان هو الجيش اللي هو دائما عم بيصد ودائما هو محور لحتى يحمي هالمكان هذا، لأنه هو مستهدف تاريخيا أصلا. وبالتالي نحن جينا بالقصة من أول جيش صار لسوريا عبر التاريخ، مرورا بكل المراحل التاريخية ودفاعاتها، وكيف دائما الجيش هو عم يتصدى للحظة التاريخية اليوم اللي عم يسجل فيها كمان جيشنا العربي السوري الآن بهذه اللحظة، عم يسجل فيها كيف انه هو عم يقدر بيصد وعم يقدر بيحمي هالمكان هذا وشعبه، وان شاء الله الانتصار هو الامل بالنسبه لهذا المكان. رح كون مشاركه بشخصيه اوغاريت، كثير مبسوطه اكيد بهي المشاركه، خصوصي انه هي لدعم اسر الشهداء اللي نحن بعتبر من واجبنا انه نكون موجودين باي فعاليه بتخصهم، اكيد اقل شيء ممكن نقدمه يعني. أستاذ وفي اليوم حضرتك مشارك بأوبريت دم حبر الحق، خبرنا عن مشاركتك بهالأوبريت. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا. مسرحية غنائية راقصة، أنا أول مرة بخوض هيك تجربة، بتحكي عن الحضارات السورية من زمن لوصولنا للجيش العربي السوري حامي الحمى، وإن شاء الله تحب الناس وإن شاء الله فينا هيك نوضح صورة شو عم يصير عنا بالبلد ونفهم الناس كلها انه جيشنا هو الحامي، وجيشنا هو يعني هو اولادنا واخواتنا من كل المدن، وان شاء الله يا رب تكون بدايه خير، وان شاء الله حنعرضها اكثر من محافظه بسوريا. انا دوري زنوبيا، هو عم يحكي عن الجيش العربي السوري وتكريمه لرموز التاريخ بسوريا مثل زنوبيا وقريت يوسف العظمي وابولودور الدمشقي. انا كثير مسرور بهالعمل هذا، اولا لانه عمل لبلدنا الحبيب سوريا، اثنين انه للجيش العربي السوري، فهذا الجيش العربي السوري نحن يعني من جله لأنه حامينا وحامي هالبلد.